أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم المتميز فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن الذين يعملون فيضطرهم عملهم إلى السفر الدائم، هل يرخص لهم الفطر؟ يعني هل يجوز الفطر مثلا لقائد سيارة يضطره عمله إلى أن يكون مسافرا على الدوام؟ طبعا في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، النص واضح والمعنى صريح في أن الله عز وجل رخص للمرضى ورخص للمسافرين أن يفطروا، ثم يجب عليهم أن يقضوا مكان أيامهم التي أفطروها إن عنت لهم فرصة أو إن استطاعوا أن يقضوا في الأيام المقبلة. هذا الرجل الذي تقتضيه ظروف عمله وتضطره إلى أن يسافر طيلة الوقت، مباح له في دين الله عز وجل أن يكون مفطرا، لأن المسألة مسألة شرع، وقد حدد الشرع أن الإنسان إذا تجاوز 80 كيلومترا فهو في حكم المسافر، وبذلك يجوز له الفطر. أما كونه أنه سيسافر كثيرا وأنه سيستمر سفره فهذا لا يسقط عنه الرخصة التي أباح الله عز وجل له ولمن كان على حالته. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.